بمشاركة 200 شاب إفريقي من كافة الجامعات المصرية، بدأت فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإفريقية بجامعة الفيوم لمناقشة عدة محاور، أهمها التنمية المستدامة في أفريقيا والتنافس الدولي على القارة ودور الشباب والمرأة في التنمية والنمو الاقتصادي. مصر دولة أفريقية عربية أفريقية، والدول الأفريقية الأخرى ومصر الاثنين بيكملوا بعض، فبنحاول نوصل للشباب معلومات هامة جدا عن الأمن والأمان، بنحاول نوثق دور المرأة والشباب في تنمية المجتمع. عندنا مجموعة من الأشياء الخاصة بالأمن القومي الأفريقي سواء كان في مصر أو الدول الأخرى، على وبعد كده طبعا بيبقى فيه تبادل ثقافات لأن الطلبة الموجودين من خارج من الجامعات المختلفة، بالإضافة لجامعة الفيوم. احنا استقينا الفكرة من حب معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي وارتباطه بأفريقيا وحمله لرسالة أخلاقية محترمة تجاه القارة، وهي الاستقرار والتنمية لإجمالي دول القارة الأفريقية. ويمكن حضرتك تلاحظي الزيارات المتعددة للرئيس للقارة الأفريقية والانتقال من الشرق الأفريقي والوسط الأفريقي إلى الغرب الأفريقي ليشمل كل دول القارة باعتباره طبعا رئيسا للاتحاد الأفريقي لهذا العام. أنا موجودة علشان أتحدث عن دور المرأة الأفريقية والشباب في دعم جهود التنمية. المسألة ببساطة أنه المرأة بتشكل 50% من عدد سكان القارة الأفريقية، الشباب 60% من سكان إفريقيا البالغ عددهم 1.3 مليار تحت سن 25. يعني لو جمعنا الفئتين هتكون قوة ضاربة، سواء فيما يتعلق بالعمالة أو ما يتعلق بالإسهامات الأخرى السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية. التوحد واتحاد بين الشباب الإفريقية سواء كان في شرقها أو في غربها أو في شمالها أو في جنوبها، يعني نكون كرجل واحد لكي نقوم بناء هذه القارة، لأن كل المجتمع هو مسؤول عن بناء قارتها. إذا لم نحن نقوم ببناء هذه القارة لن نجد أي أحد يقوم بمقامنا. توحيد الجوازات، تكون جوازات كلها موحدة، إفريقيا كلها واحدة. توحيد العملات، العملة الإفريقية تكون واحدة، عملة واحدة في كل الاتحاد الإفريقي في كل الدول الإفريقية، هذا يساهم في اقتصاد أفريقيا ويساهم في تنميتها إن شاء الله. ترسيخ قيم الانتماء وتوطيد علاقات الترابط بين أبناء القارة الإفريقية وتأهيل الشباب لمواقع القيادة والأمن والاستقرار في أفريقيا هو ما يهدف إليه هذا الملتقى. نهى حمزة، 90 دقيقة، قناة المحور.